عندما خرج اليمنيون إلى شوارع الثورة كانوا يدركون خديعة 33 عاماً من حكم صالح، دولة وهمية وجمهورية شكلية، ولذا كان هدفهم إسقاط نظامه. تأسست الثورة الشعبية التي انطلقت في 11 من فبراير 2011 على مبدأ السلمية، وكان منع حمل السلاح في الساحات نموذجاً عملياً لنبذ العنف وتأسيساً لفكرة احتكار الدولة له. كان الثوار وفق هذه المعادلة المدنية يخلقون وطنهم الجديد ودولتهم المنشودة. اكتشف الثوار أن خصوم حلمهم بدولة مستقلة ليسوا نظام صالح وحده، بل أيضاً جماعات محلية وقوى إقليمية ومطامع دولية. نجح شباب الساحات في خلع صالح من السلطة وفتحوا أفقاً جديداً لتحول ديمقراطي يضمن انتقال السلطة بشكل سلمي. شجعوا فكرة التوافق التي صعدت بهادي إلى السلطة، ودعموا طاولة الحوار الوطني التي صاغت مرجعية دستور اليمن الاتحادي. بعد أن ارتكبت القوى السياسية الموالية لفبراير خطيئة منح صالح الحصانة من العقاب، وقع الثوار في فخ قبول ميليشيا الحوثي ككيان سياسي في مؤتمر الحوار من دون نزع السلاح، ما أدى إلى نشوء تحالف بين صالح والحوثي نتج عنه انقلاب سبتمبر 2014. بعدها تطوع اليمنيون لتشكيل مقاومة شعبية بقيم ثورة فبراير، تشكلت منها النواة الأولى للجيش الوطني، إلا أن السعودية والإمارات دعمتا عسكرياً ولوجستياً ميليشيات مضادة له، رغم أنهما شكلتا تحالفاً لدعم الشرعية، وهو ما أكد أن العقدة من فبراير هي كلمة السر، ليس فقط لفهم خصومة الجيران، بل أيضاً لنضال اليمنيين المستمر في طريق بناء دولة حرة وذات سيادة. فالطريق إلى الدولة يشبه الطريق إلى الجنة، ليس مفروشاً بالورود.